استقبلت قرية عمق الرباخ بولاية قريات 30 فريقا تطوعيا، وذلك ضمن حملة مشتركة تهدف إلى إشراك المجتمع في عملية صون الحياة الفطرية في السلطنة وتطوير العمل بين مكتب حفظ البيئة والسكان القاطنين في تخوم محمية رأس الشجر الطبيعية. كما تم التأكيد على أهمية دور التوعية والإعلام البيئي من منظومة الحياة الفطرية وطرق صونها وإبراز التحديات التي تعترضها. والبهجة والسرور، عالما معافى، والحمد لله رب العالمين.